السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير أحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أخطر معلومة في علم تفسير الأحلام متحدي. تفسير الرؤى زي ما احنا عارفين، زي ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنها رؤية من الله، حلم من الشيطان، حديث نفس. وحينما ترى رؤيا أنت لا تدري هي رؤيا أم أنها حلم من الشيطان أم أنها حديث نفس. طبعا اللي بيأكد لك الكلام ده، لو أنت عندك دراية أو مسحة علم بعلم تفسير أحلام، ممكن تميز. لكن برضو ما زال السؤال قائما، هل تعلم تفسير هذه الرؤيا أم لا؟ وهل الذي يفسر لك، هل تضمن أنه قد فسر لك الرؤية على المحمل أو المعنى الصحيح، أو حتى معنى محتمل أن يكون صحيحا؟ فوقوع الرؤية لمجرد أنك تحكيها تقع، زي ما احنا متفقين وذكرنا أحاديث كثيرة أن الرؤية معلقة ب رجل طائر، إذا فسرت وقعت. المعلومة بقى اللي مش هقول كانت غايبة عني أنا، لكن يعني لم أتعرض لها من قبل، إن أنت إن لم تفسر الرؤية حتى ستقع. يعني إحنا عارفين إن الرؤية لازم تعرف من قبل ما تفسرها إن هي خير ولا شر، عشان لو شر ما تروحش للمفسر، عشان لو فسرها لك هتقع. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرؤية معلقة بقدم طائر، اذا عبرها او فسرها وقعت. انما الجديد ان برضو الرؤية هتقع حتى وان لم تفسرها، ولكن هذه الرؤية اللي بتبقى خير بخلاف الرؤية الشر. فالرؤية الشر انت تستعيذ بالله منها وتدفل عن يسارك سلاسا، وهذه هي اداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نفترض جدلا ان انت ربنا اراد بك خيرا وارسل اليك رسالة فيها خير، وانت لاي سبب ما لم تفسرها، هل هذه الرؤية لا تقع؟ لا تقع ان شاء الله تبارك وتعالى. فالرؤية ان لم تفسرها وان كانت خيرا سوف تقع بفضل الله تبارك وتعالى. وقد لا تقع برضو، ايوه، لان ده اختلاف علماء. لكن خليني أنا في المعنى الأول، حتى الرؤية وإن كانت خير وإن لم تفسرها سوف تقع لك وسوف تحدث لك على مراد الله سبحانه وتعالى. عندنا حديث في صحيح البخاري، حديث أبي قتادة، إن أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني. الصحابة هم، إن الرؤيا بتأثر في الإنسان لو شاف حاجة مفزعة. أبو سلمة بيقول أنا كنت أشوف الرؤية أمرض، حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤية أيضا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله. ده مين بقى؟ أبو قتادة اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل على يثاره ثلاثا. والتفل وهو أن تخرج بعض الريق مع الهواء هكذا ثلاثا، هذه هي تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، حديث كما ذكرت في صحيح البخاري. وحديث أبي سعيد الخدري أو أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري روى أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يرى الرؤيا يحبها، فلما تستشعر براحة نفسية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ فإنها من الله، ساعتها فليحمد الله تبارك وتعالى عليها. ويقول وليحدث بها
وإذا رأى غير ذلك فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. الحكمة بقى في إيه؟ وبها ونختم، أنه إذا حدث بالرؤية الحسنة من لا يحب، وركزوا معايا بالله عليكم عشان أنا بقى لي أكتر من شهرين اتنين وأنا بحذر من الكلام ده، الرؤية الحسنة اللي فيها خير جاي لك لما تيجي سيادتك تحكيها واحد لمفسر جاهل أو مفسرة جاهلة فإنها تضرك. اتنين، لو بتحكيها لحاسد أو لعائن صدقني الخير مش هيوصلك. ايه؟ شو؟ ايوة، يعني احنا كبشر في الدنيا بنحسد، وبناء على الحسد او العين بنمرض، مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ العين حق، دخلت الرجل القبر ده بتموت كمان. فانت مستكتر ان رؤية تتحسد؟ ايوة تتحسد. طب لو الرؤية اتحسدت اتمنع عني الخير. خلي بالكم بالله عليكم، مش اي حد نحكي له رؤيتنا ومش اي حد يفسر لنا. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.